يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة اليوم مهمة جدا في الحقيقة، عشان عندنا كلام لازم نتكلم فيه بمنتهى الوضوح بخصوص النادي الأهلي والفريق الأول لكرة القدم بالتحديد بعد المستوى السيء على مدار آخر ثلاث مباريات بالتحديد بالنسبة للفريق في بطولة الدوري، بطولة أنت بتسعى لاستعادتها، ده أمر مؤكد ومفيش تنازل على الهدف ده ابدا 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 من قبل الجماهير ومن قبل منظومه النادي الاهلي بالكامل. مهم قوي ان انت ترجع بطوله الدوري، بس عشان ترجع بطوله الدوري ففي كلام كتير جدا جدا لازم يحصل ونتكلم فيه بمنتهى الوضوح والشفافيه مع جمهور النادي الاهلي، لان دي قناه النادي وقناه الجماهير، فهنتكلم بتفاصيل كتير قوي قوي وهنوضح بعض الامور في الجزء القادم على طول من حلقه النهارده في الترند. ده بخصوص الاهلي، واكيد هنتابع كالعاده كواليس النادي الاهلي واخر الاخبار والتفاصيل في اطار الاستعدادات كمان للمباراه المقبله الهامه جدا امام فريق سيراميكا كليوباترا في بطوله الدوري يوم الاربع المقبل باذن الله تعالى. كمان اكيد عندنا اخبار كثيره جدا على الصعيد العالمي والمحلي هنتكلم فيها على مدار فقرات مختلفه من حلقه الترند النهارده، لكن الاهم تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقه اليوم، وفي رايكم ما الذي يحتاجه الاهلي قبل مشاركته في كاس العالم للانديه؟ لكم كل الحريه في ابداء كل ارائكم وتعليقاتكم من خلال صفحات قناه الاهلي المختلفه على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستجرام، وهناخد تعليقاتكم في الجزء الاخير من الحلقه زي ما انتم متعودين دايما، لكن البدايه بتكون باهم وابرز العناوين. تعالوا نشوف في ترند الاهلي، الفريق يبدا الاستعداد لمباراه سيراميكا. وكمان الجهاز الفني يركز على علاج أخطاء اللاعبين. أما في الترند العالمي، عودة الدوري الأكثر إثارة في العالم. النهارده في عدد من المباريات المهمة اللي هنتكلم عنها أو نقول لحضراتكم موعدها ونتائجها، لأن في البعض منها ابتدى بالتحديد بشكل مبكر شوية النهارده الظهر كده، مباراة توتنهام وبرنتفورد او برنتفورد وتوتنهام، لان المباراه كانت على ملعب برنتفورد وانتهت بالتعادل 2-2، ومباراه كانت في تمام الساعه 2:30 ظهرا بتوقيت القاهره، ومباراه كانت حلوه قوي قوي قوي، يعني ماتش مثير جدا. 2-0 في البدايه لبرنتفورد باهداف جاني وايضا ايفان توني لغايه الدقيقه 54 كان هدف ايفان توني، وبعد كده رجع هاري كين في الدقيقه 65 من صناعه للونجلي عشان يقلص الفارق، وبعد كده هويبرج يجيب هدف اخر في الدقيقه 71، يعني ظرف الست دقائق توتنهام بتتعادل، وكانوا قريبين جدا من تحقيق الانتصار بالتحديد في الدقيقه 84 براسيه من هاري كين جت في العارضه فما كانوش موفقين فيها، تنتهي المباراه بالتعادل الايجابي 2-2 في مباراه كانت مثيره للغايه. اما الان في تمام الساعه 5 بالتحديد انطلقت عدد من المباريات في الدوري الانجليزي، ابرزهم او كلهم ايه؟ كانت مباراه كريستال بالاس وفولهام، المباريات كلها خلاص في الدقيقه دلوقتي 9، تعادل سلبي ما بين كريستال بالاس وفولهام على ملعب كريستال بالاس، ايفرتون متقدم في هذه اللحظات على ويلفرهامبتون بهدف مقابل لا شيء، هحاول اقول لحضراتكم مين اللي جاب الهدف، ياري مينا المدافع المميز، وايضا مباراه ليستر سيتي ونيوكاسل، متقدم نيوكاسل بنتيجه 2-0 على ملعب ليستر سيتي، ويا جماعه احنا مش عارف اقولها ولا لا، بس بالطريقه دي نيوكاسل لو فضل ماشي كده فتستبعدش منافسته على طول الدوري بدون مبالغه، يعني نتائج عظيمه في الحقيقه. فكريس وود جاب هدف في الدقيقه الثالثه، والهدف الثاني الميرون طبعا المتالق جدا هذا الموسم مع نيوكاسل في الدقيقه السابعه، تمام، فبالتالي تقدم نيوكاسل على حساب ليستر سيتي بنتيجه 2-0. المباراه الاخيره بتتلعب في هذا التوقيت هي مباراه ساوثهامبتون وبرايتون، وتعادل سلبي بدون اهداف. اما مباراه الساعه 7:30 هتكون ما بين استون فيلا وليفربول على الفيلا بارك، ان شاء الله باذن الله ليفربول يكون موفق، نجمنا المصري محمد صلاح يتالق كالعاده، ومباراه اخرى لاحد نجومنا المصريين المحترفين في الخارج وهو النني سواء بقى بدا اساسي او كان احتياطي، هي مباراه ارسنال وست هام الساعه 10 بالليل على ملعب ارسنال. فدي مباريات اليوم بالتحديد في الدوري الانجليزي، وهو فعلا الدوري الاكثر اثاره في العالم. ممكن نفتقد لكاس العالم بالمباريات الرائعه، لكن الدوري الانجليزي هيعوضك، مالكش دعوه بالدوري المصري دلوقتي، بس الدوري الانجليزي هيعوضك جامد جدا ككوره وكاداء وكمهارات وككل حاجه، بصراحه مش محتاجين ان احنا نتكلم على الدوري الانجليزي. فده بخصوص مباريات اليوم، هروح لفاصل
عشان بعد الفاصل في كلام مهم جدا لازم نتكلم فيه. وزي ما انتم متعودين دايما الكلام بالنسبه لنا هنا لما بنيجي نتكلم من خلال برنامج الترند بيبقى الكلام طالع من قلبنا، فده امر مهم جدا وامر مؤكد ومفروغ منه، فاستنونا بعد الفاصل عشان نتكلم كتير. يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره تانية. قبل ما اتكلم عن مباراه الاهلي وسموحه امبارح، خلينا بس نتكلم على حاجه ايجابيه جدا حصلت بسبب حادثه، يعني بسبب حادثه، وبغض النظر عن الحادثه اللي حصلت في مباراه طبعا الاهلي واتحاد سكندري في بطوله السوبر كره سله رجال واللي حصل فيها، واكيد احنا يعني حزنانين جدا جدا على الوضع والموقف اللي حصل والاصابات اللي كانت موجوده، لكن شفنا جانب من التعاون والتفاهم والتواصل اللي هو المفروض يكون موجود بشكل طبيعي، واللي بالمناسبه موجود ما بين الاتحاد والنادي الاهلي او النادي الاهلي والاتحاد على مدار التاريخ. العلاقات دايما مميزه، العلاقات دايما مميزه، بس موقف زي ده اظهر مدى العلاقات القويه جدا ما بين الناديين، وده يا جماعه اللي المفروض يكون ما بين كل الانديه. للاسف بنلاقي البعض هو اللي بياخدنا في سكك ثانيه، هو ده المفروض الطبيعي اللي بيحصل. وانا هعرض لحضراتكم دلوقتي البيانات، بس قبل ما اتكلم على البيانات المتبادله ما بين الاهلي والاتحاد السكندري خلينا بس نتمنى الشفاء العاجل لاسلام محمد زكي مشجع نادي الاتحاد السكندري اللي اجرى جراحه ناجحه بالامس في الجمجمه، يعني كان عنده كسر في الجمجمه ونزيف على المخ، ربنا يا رب يشفيه ويعافيه يا رب. وكان فيه 27 حاله اصابه زي ما تابعنا طبقا للي عرفناه يعني، وخرج الحمد لله كله، كانت اصابات مش خطيره، هي الاصابه الوحيده الصعبه شويه هي كانت بتاعت اسلام محمد زكي، فنتمنى له يا رب الشفاء العاجل، ونتمنى ان احنا ما نشوفش اللي حصل ده تاني قبل كده في اي ملعب من الملاعب او الصالات الرياضيه في مصر، لان حاجه وجعت قلبنا، ويعني الله يكون في عون الاهالي طبعا اللي كانوا عارفين ان عندهم ناس في الماتش وجماهير كانت بتشجع نادي الاتحاد السكندري. فباذن الله باذن الله اسلام هتقوم بألف مليون سلامه يا رب، باذن الله هتقوم بألف مليون سلامه، وكلنا بندعي لك وكلنا وراك. لكن في كل الاحوال البيانات بقى دي هنعرضها دلوقتي لان دي جزئيه مهمه، والعلاقه المميزه جدا ما بين الاهلي والاتحاد السكندري. شفنا الاول بمجرد ما الحادثه حصلت ازاي كان موجود الاستاذ عمرو فاروق رئيس نائب رئيس النادي الاهلي في المدرجات بتاعه الاتحاد السكندري عشان يتابع الموقف لحظه بلحظه، الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، الاثنين كانوا على طول موجودين في موقع الحادث يعني، في نفس الوقت تواصل اكيد من خلال الكابتن محمود الخطيب عبر الهاتف دايما لان هو خارج مصر دلوقتي، ومتابعه للحاله. وكمان الاستاذ عمرو فاروق نائب رئيس النادي الاهلي راح على المستشفى مع الحاج محمد مسلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري مع اعضاء مجلس اداره الاتحاد السكندري، الناس المحترمه جدا جدا جدا، وتنسيق كامل بخصوص يعني متابعه الحالات او حالات الاصابه بالتحديد بعد الحادثه دي. لكن البيانات بقى ده بيان شكر وتقدير لمجلس اداره النادي الاهلي وجماهيره على موقفهم المشرف تجاه مصابي جماهير نادي الاتحاد السكندري، البيان ده اللي نزله الاتحاد السكندري، وزي ما قريتوا البيان حضراتكم المتن موجود اهو في البيان واكيد تابعناه من امبارح. على طول رد النادي الاهلي ان يا جماعه الموضوع مش محتاج شكر، انا مش شايف بس من عندي هنا يعني، لكن قال لك ايه؟ قال لك العلاقات التاريخيه التي تربط النادي الاهلي وشقيقه نادي الاتحاد السكندري وجماهير الاسكندريه الاكبر هو اكبر واعمق من اي شكر يعني، فده الطبيعي ودي الحاجه المميزه جدا اللي قدرنا نخرج بيها. للاسف رغم ان هو حادث مؤلم ويعني ازعج كل الجماهير بانتماءاتهم وكل المتابعين يعني، لكن دي حاجة أنا بشوف إن إحنا لازم نقف عندها ونبني عليها بصراحة، العلاقات ما بين الأندية، العلاقات ما بين المسؤولين المحترمين، العلاقات ما بين المسؤولين المحترمين، الناس المحترمة، فده مكسب من ضمن المكاسب، رغم إن أنا عارف كويس جدا حجم العلاقات ما بين الأهلي والاتحاد السكندري والأهلي ومختلف الأندية بالمناسبة والأندية وبعضها، لكن ساعات بيبقى في بعض الامور كده هي اللي بتعكر صفو العلاقات المميزه ما بين مختلف الانديه، مختلف الانديه اي نادي يجي على 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 بالك يعني. فان شاء الله الاهم من كل الامور اللي زي دي ان اسلام يعني يتم شفائه على خير ان شاء الله باذن الله، ودعواتنا كلنا ليه انه يخرج من المستشفى على الف خير واحسن من الاول باذن الله. تعالى بقى نتكلم على مباراه امبارح الاهلي وسموحه في بطوله الدوري. وعشان نبقى بنتكلم بمنتهى الصراحه وعشان مصلحة النادي الأهلي وعشان الجمهور اللي بيزعل لمجرد تعادل الأهلي في مباراة، واللي يزعله أكتر إن الأداء يكون وحش، اللي يزعل جمهور الأهلي واللي كل الحق إنه يزعل إن الأداء يكون وحش. أنا هنا هسأل سؤال بمنتهى الوضوح،
هل اداء الاهلي اخر ثلاث مباريات جيد؟ لا، وحش، اداء وحش سيء بصراحه، منتهى الصراحه. هل هو ده النادي الاهلي؟ هل هي دي الفرقه؟ هل احنا بالطريقه دي يا جماعه هنقدر ان احنا نحقق احلامنا كلنا كنادي اهلي؟ بصراحه لا، لازم يكون في علاج للاخطاء من قبل كولر، اللي ممكن بالمناسبه يكون عنده بعض الاخطاء، ومفيش حد دايما بيبقى موفق، ومفيش حد دايما قراراته كلها بتبقى صح، وهي دي كره القدم، انا متفاهم كده تماما. لكن تعالى نرجع مع بعض كده، بدايه من مباراه ايه؟ غزل المحله. نرجع اربع ماتشات مثلا ورا، ماتش غزل المحله، احنا عملنا شوط اول، ايه الدلع ده؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ كنا تحفه في الشوط الاول، كنا عاملين ماتش عالمي الشوط الاول. حسمت الامور بدري بدري، جبت هدفين، خلصت الماتش. الشوط الثاني حصل تراجع في المستوى بتاعك. ماشي، بتحصل، مفيش مشكلة. تيجي تخش على مباراة الاتحاد السكندري بعديها، أنت كسبان 3-0. الشوط الأول أفضل، مش زي شوط المحلة، مش زي الشوط الأول في المحلة، بس شوط كويس. الشوط الأول قدام الاتحاد السكندري، مع وضع في الاعتبار أن اتحسب عليك ضربتين جزاء، وفرقة الاتحاد ما كانتش موفقة في إحراز الضربتين الجزاء، ومع ذلك قدرت أن أنت تكسب بنتيجة 3-0. حلو، زي الفل، مفيش مشكلة برضه، بتحصل. نيجي بقى نخش على مباراة فيوتشر. بظروفها، بسهولتها، انا بقول لك بسهولتها انك تحسمها بشكل مبكر بعد طرد لاعب من فيوتشر في الدقيقه 20، وبتتقدم بهدف، ومع ذلك رغم ان انت بتلعب بزياده عدديه بتتعادل. فدي كانت بدايه التراجع الملحوظ بشكل اكبر. يعني شوط تاني في مباراه المحله، شوط تاني في ماتش الاتحاد، مباراه فيوتشر كلها او معظمها برضه عشان اكون صريح يعني، تمام. وبتخش بعديها على مباراه فاركو، اداء سيء بس بتكسب في الدقيقه الاخيره او في الثانيه الاخيره من الوقت بدل الضايع، ده برده مقبول، واكيد حاجه زي كده تدينا دفع معنوي ان احنا نكون افضل وافضل، ان احنا نعمل شغل كويس وترجع ثقتنا في نفسنا وكلام من ده، ده الطبيعي. لكن تيجي في مباراه سموحه امبارح تتفرج على الفرقه، بصراحه انا تقريبا ما شفتش الاهلي وحش كده بالطريقه دي قبل كده بصراحه. يعني احنا يا جماعه احنا لسان حال الجمهور، احنا لسان حال الجمهور، احنا الجمهور اصلا، احنا جمهور، كلنا جماهير النادي الاهلي. اللي بيطلع من خلال شاشه قناه النادي الاهلي فهو اول حاجه الف ب اكيد منتمي للنادي الاهلي وبيعشق الكيان ده من قلبه. فهنطلع نقول كلام مش هو الحقيقي، الناس دي مش هيبقى فيه مصداقيه مع اللي بيتابعنا. فلازم نكون واضحين، نتكلم بمنتهى الصراحه، لما الاهلي بيبقى حلو احنا اول ناس بنطلع الاهلي في السماء، وبنطلع اللعيبه في السماء. لكن لما يبقى فيه مستوى سيء، لا، لازم نكون صرحه مع نفسنا، احنا وحشين، عملنا ماتش وحش جدا، تقريبا مفيش تسديده على المرمى غير واحده في الدقايق الاخيره، يعني مش هو ده النادي الاهلي. وانا هنا بوجه رسالتي لاعبي النادي الاهلي اللي انا بثق فيهم جدا جدا، واللي عندهم امكانيات كبيره قوي، والجهاز الفني اللي احنا بنثق فيه جدا، والناس اللي ابتدوا بدايه رائعه، ولحد دلوقتي بالمناسبه انت ماشي بشكل كويس، لكن مش هو ده الشكل اللي انت عايز تشوف عليه الفرقه. يعني على مستوى الارقام انت متصدر الدوري، بس هنفضل نقول احنا متصدرين الدوري بالمنظر ده، يبقى عمرنا ما هنبقى متصدرين الدوري في يوم من الايام لو فضلنا بالمنظر ده، تمام. لكن في نفس الوقت الرساله اللي انا عايز اقولها للعيبه بتاعتنا الرجاله، اللي ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه يفوق اكتر من كده ويادوا بشكل اكتر من كده، ان يا جماعه بمنتهى الصراحه خساره الدوري للموسم الثالث على التوالي هيبقى امر غير مقبول بالمره، غير مقبول بالمره. مفيش واحد من جمهور النادي الاهلي هيقبل انك تخسر الدوري ثالث سنه على التوالي. دي بتحصل كده كل فين وفين، مش عايزينها تحصل اصلا. انا فاكر في اول الالفيه الجديده، ثلاث سنين ورا بعض كانت ظروف صعبه جدا، اثنين خدهم الزمالك وواحد اسماعيلي دوري، فبس من ساعتها انت بتكتسح، تفقد سنه وترجع تاخد ثاني، تفقد سنه تاخد سبع سنين دوري وثمانيه وكلام من ده. المره دي انت فقدت الدوري سنتين ورا بعض، فبالنسبه لك انت كلاعب في النادي الاهلي هتتكتب ان الجيل ده خسر الدوري ثلاث سنين ورا بعض، ودي حاجه نادر حدوثها في تاريخ النادي الاهلي، نادر حدوثها في تاريخ النادي الاهلي. فالرساله لازم يكون مدركها لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، وانا مدرك جدا وواثق ان هم عارفين حاجه زي كده، ان خساره الدوري السنه الثالثه على التوالي ده امر غير مقبول، مش هيقبله اي واحد من جماهير النادي الاهلي. هل معنى كده ان احنا بنقطع في لعيبتنا؟ لا طبعا، ومش هنقبل حد يقطع في لعيبتنا، بس احنا بنفوقهم، بنقول لا خلوا بالكم يا رجاله، مش هينفع كده، مش هينفع كده. الواحد بيتفرج امبارح محبط متضايق، مش قادر اشوف الاهلي كده.
فدي جزئيه مهمه جدا جدا، لازم يتم معالجه الاخطاء خلال الفتره اللي جايه، لازم نلحق نفسنا بشكل مميز باي طريقه من الطرق، ابرزها الصفقات. ابرزها الصفقات. ثالث مره، ابرزها الصفقات. لازم يكون في صفقات للنادي الاهلي. هل معنى انا بقول ان لازم يكون في صفقات للنادي الاهلي ان اللعيبه اللي عندنا قليله؟ لا، لعيبه كويسه جدا، وبدليل الالقاب الكتيره اللي حققوها وكلام من ده، بس احنا ما بنعيش على الماضي يا جماعه. احنا الماضي ده والبطولات الكتيره احنا بننساها. مش احنا النادي اللي ناخد بطوله ونقعد عايشين عليها كتير، لا 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 لا، لا الاهلي ولا جمهوره كده. لا الاهلي ولا جمهوره كده. فالصفقات تدعم وتقوي قائمتك. تقوي قائمتك. عشان احنا عندنا دوري وعندنا كاس وعندنا دوري ابطال افريقيا، تمام؟ وعندك اكتر من بطوله، ابرزها البطوله اللي جات لك من السماء، كاس عالم الانديه. فانت كاس العالم الانديه امتى؟ 1 فبراير اول ماتش ليك قدام اوكلاند سيتي. لازم تروح وانت ثقتك في نفسك عاليه، وانت واقف على رجليك صح، وانت مدعم نفسك بشكل مميز عشان تظهر بالشكل اللي الناس متعوده عليه، مش هنا في مصر، لا في العالم كله. الناس كلها ما بتشوف الاهلي او تعرف الاهلي في كاس العالم بينتظروا شكل مميز للنادي الاهلي. دليل الارقام الكتيره جدا. في بعض البطولات في كاس العالم الانديه في تاريخنا، يعني احنا شاركنا كتير قوي اصلا، ففي بعض البطولات ما كناش موفقين فيها، لكن في 3 بطولات احنا خدنا فيهم ميداليه برونزيه، حققنا حاجه. بل كمان احنا اكتر من كده طموحنا رايح ناحيه المباراه النهائيه، ده الطبيعي. احنا بنشارك للمره الثامنه في تاريخنا في كاس العالم، فطبيعي بقى انت مع تكرار المرات اكيد طموحك بيزيد. فاحنا طموحنا نوصل نهائي كاس عالم. هنوصل باداء بتاع امبارح؟ مستحيل، مستحيل. لك هتوصل ازاي؟ شغل اكتر، معالجه اخطاء والسلبيات اللي عندك، تمام، تصحيح بعض الاخطاء اللي ممكن تتعلق بالجهاز الفني، وده وارد جدا وعادي. احنا يا جماعه بص، عشان مجيش حد يقول ده قناه الاهلي بتقطع، احنا عمرنا ما نقطع. قناه الاهلي دي بتدعم الفرقه، بنساندهم، بنقول لهم فوق يا رجاله، احنا وراكم وفي ظهركم، هنفضل نساندكم، وثقتنا فيكم عاليه جدا. بس انتوا لازم تكونوا عند حسن الظن عند الجماهير قبل اي حد، عند الجماهير قبل اي حد. فانا منتظر باذن الله واحد احد، باذن الله واحد احد، بدايه من مباراه سيراميكا المقبله يوم الاربع، مرورا ببيراميدز، بالمباريات اللي عندك على مدار الشهر اللي جاي ده لحد كاس العالم، ان احنا نكون ناس عاملين شغل ممتاز ومؤدين بشكل كويس، يطمن جماهير النادي الاهلي، وكل واحد في موقع مسؤوليته يقوم بدوره، عشان باذن الله واحد احد نشوف الاهلي بتاعنا اللي احنا عايزينه، اللي احنا بنحلم بيه، اللي احنا واثقين جدا ان احنا هنشوفه في يوم من الايام بالشكل اللي احنا بنأمله. يعني واثقين في مجلس الاداره، واثقين في اللاعبين، واثقين في الجهاز الفني، واثقين في المنظومه كلها. الناس دي مش اكيد، ما فيش حد عايز يفشل او يخسر، مفيش الكلام ده. كل هيتعب وهيعمل كل ما بوسعه عشان يخلي الاهلي بشكل افضل بكتير قوي من اللي احنا شفنا عليه امبارح الفريق في مباراه سموحه. فخلاص ننسى مباراه سموحه ونفكر في اللي جاي، بس كان لازم نتكلم بمنتهى الصراحه والوضوح عشان خاطر جمهور الاهلي ده. مش هينفع نجمل له الكلام، مش هينفع نجمل للجمهور الكلام. فان شاء الله القادم افضل، وافضل بكتير بالنسبه للنادي الاهلي من خلال معالجه الاخطاء ومن خلال التدعيمات المنتظره باذن الله واحد احد على صعيد الفريق الاول لكره القدم. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل. اهلا بحضراتكم مره تانية. الفريق بيستأنف تدريباته بشكل مباشر طبعا زي ما احنا متعودين دايما مع كولر، بعد المباراه ما بتخلص تاني يوم بيبقى فيه مران، وبعد كده راحه 24 ساعه. مش عارف بصراحه بكره هيبقى فيه راحه 24 ساعه ولا لا، هل في جديد بخصوص القصه دي؟ حتى الان المعلن ان النهارده كان فيه مران طبعا للنادي الاهلي في اطار الاستعداد لمواجهه سيراميكا كليوباترا يوم الاربعاء اللي جاي، ودي لقطات من تدريبات الاهلي النهارده. مارسيل كولر عمل محاضرة مع اللعيبة بالفيديو، اتكلم فيها على سلبيات مباراة امبارح، في اعتقادي سلبيات الثلاث اربع ماتشات اللي فاتوا، يعني مش مباراة امبارح بس. فاكيد كان ليه بعض التعليمات والتوجيهات الهامة جدا جدا، ومعالجة لبعض الاخطاء الضروري جدا معالجتها بصراحة يعني. فان شاء الله نتمنى له رب التوفيق هو والمجموعة اللي معاه، والفرقه اللي لعبت المباراه امبارح يعني بشكل دقيق كامل او دقائق كتيره جدا من المباراه، يعني كان ليهم بعض التدريبات الاستشفائيه في المقابل اللي ما خدوش المران، كان ليهم تدريبات بدنيه قويه شارك فيها الجميع بشكل كويس. ديانج بيشارك، ما فيش اي مشكله خالص. نفس الحال بعض اللاعبين الموجودين اكيد بيشاركوا بشكل جيد، لكن ان شاء الله باذن الله اهم المباريات يا جماعه، لان بصراحه احنا عايزين نشوف الاهلي افضل من كده بكتير، وانا واثق جدا جدا ان احنا هنرجع نبقى افضل من كده بكتير، حتى لو احنا متصدرين بطوله الدوري، حتى لو احنا ماشيين بشكل كويس في مختلف البطولات، لكن
اكيد الشكل بيبقى مهم جدا بالنسبه للجماهير. يعني من ضمن مكاسب امبارح بصراحه انا بشوف رأفت خليل، يعني المكسب الوحيد تقريبا في مباراه امبارح، اللاعب اللي دفع بيه كولر، لاعب مميز عنده 19 سنه تقريبا، عنده امكانيات جيده، عنده شخصيه رائعه، عنده ثقه في نفسه عاليه قوي في الملعب، حتى من اول ما نزل بياخد الكره وبيعدي فلعيب مبشر جدا جدا، ان شاء الله باذن الله نقدر نستفاد منه يعني. فده بخصوص تدريبات الاهلي النهارده، واكيد الاستعدادات هتبقى مستمره. انت عندك ايه ماتش يوم الاربع؟ اه لا ده بكره، النهارده الاثنين، ده بكره اكيد تدريب طبعا، مفيش اجازه لان الماتش يوم الاربع، فبكره مران اخير عشان برضه مفيش مساحه للوقت. بالمناسبه صحيح عفوا، بالمناسبه ماتشات مضغوطه ورا بعض، انا مش هطلع مبرر لان خلاص احنا مفيش يعني مش هنقبل مبررات او اعذار، يعني رغم ان في اعذار بتبقى منطقيه بصراحه، لكن ماتشات مضغوطه جدا ورا بعض. حد بس ياكد لي يا جماعه، هو الزمالك هيلعب يوم ايه الماتش اللي جاي؟ يوم الخميس صح؟ طيب حلو، طب اشمعنى الزمالك هيلعب يوم الخميس والاهلي هيلعب يوم الاربع؟ الزمالك هيريح 72 ساعه والاهلي هيريح 48 ساعه، ما هي برضو دي نقطه مهمه يا جماعه، ما هو دول فرقتين بينافسوا، الفرق ما بين الاهلي والزمالك نقطتين، الاهلي على القمه فرق نقطتين عن نادي الزمالك، فالفرقتين بينافسوا على الدوري، او الفرقتين دلوقتي ماشيين يعتبر كتف بكتف يعني، فلازم يكون في مساواه في مساحات الراحه للفرقتين. يعني انت دلوقتي لعبت ماتش امبارح، عندك تدريب استشفاء النهارده وتدريب بكره، اكيد برده مش هيبقى يعني مهم، ومش هتلحق تعالج اي اخطاء او تقول بعض الامور المهمه جدا ممكن يكون محتاج يعالجها كولر عشان تلعب بعد بكره، ما دي حاجه غريبه. طب ما تخلي الاهلي والزمالك دايما في يوم واحد عشان يبقى في يعني مبدا تكافؤ الفرص، مش لاقي لها تفسير، هحاول اسال فيها برده واقول لحضراتكم، بس الموضوع بالنسبه لي برده مش مقبول يعني، غريب، موضوع غريب. زي مثلا موضوع امبارح الكره اللي في الكور كتير جدا بتضيع وقت، كتير جدا بيضيع في الملعب، وكل شويه لعيب يقع، وكل شويه الكره توقف، ريتم ضعيف جدا. ويمكن الحاجه اللي عجبتني امبارح او الحاجه اللي انا متفق فيها مع كولر في تصريحاته امبارح في ماتش بعد ماتش الاهلي وسموحه، لما قال لك لو انتوا عايزين تعلوا ريتم الدوري المصري تمام لازم تطبقوا التقنيه اللي حصلت، او موضوع ان انت تلعب الوقت الفعلي للمباراه زي ما حصل في كاس العالم، يعني تحسب الوقت البدل الضايع بشكل دقيق جدا جدا يعني تمام. فدي حاجه انا متفق فيها مع كولر بصراحه، من ضمن الحاجات اللي قالها امبارح يعني، لان انا بشوف ان هنا عندنا اللعيبه مثلا معتمدين ان احنا كده كده هنضيع وقت، والوقت اللي ضايع برضه هيضيع، بتضيع منه وقت، فخلاص فيش كوره بتتلعب، مفيش ماتش، مفيش اي ريتم اصلا، ماتش بيبقى ممل جدا على مختلف الاصعده او مختلف المباريات يعني، مش ماتشات الاهلي بس، فدي حاجه لازم تتراجع برضو من رابطه الانديه يعني. نتمنى الافضل دايما يكون قادم يعني. طيب خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نتكلم في بعض الاخبار تتعلق بالاهلي. يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، خلينا نشوف ترند الاهلي واهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي في الحسابات الرسميه المختلفه على السوشيال ميديا. نبتدي بحساب يلا كوره على تويتر اللي بيتكلموا ان في مصدر في الاهلي قال لهم ان بيرسي تاو سيكون جاهز خلال شهر من الان للتواجد تحت تصرف كولر، وسيكون قادرا على التواجد ضمن حسابات الاهلي في منافسات كاس العالم للانديه. والله هو ما لحقش كاس العالم للانديه يبقى من اللعيبه اللي حظها سيء جدا يعني، الراجل جاي عايز يلعب كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي، وصل الاهلي سنه في كاس العالم للانديه اتصاب قبل البطوله فما شاركش، المره دي كمان هو عنده اصابه، بس هو ان شاء الله باذن الله النسب الاكبر ان هو هيلحق يعني باذن الله احد احد، بس انا نفسي يلحق وهو رجله في الملعب، ما يلحقش على البطوله على طول يعني، يلعب له ماتشين ثلاثه بالكثير قبل ما يشارك مع الاهلي في كاس العالم للانديه، اتمنى كده. ويمكن ده او حته انه يلحق ده الاقرب بنسبه كبيره ان شاء الله، قدامه ممكن يكون اقل من شهر كمان، لكن في نفس الوقت اتمنى ان هو يكون جاهز كمان فنيا وبدنيا بشكل مناسب للبطوله. في المقابل واحد تاني من حظهم سيء قوي في موضوع كاس العالم برده، كان مصاب مع منتخب ما شاركش في كاس العالم، كده كده كان ممكن ما يلحقش برده حتى ما كانش اتصاب، لان كان اللعيبه الدوليه بتاعت الاهلي موجوده مع منتخب مصر طبعا الاولى اكيد، لكن اكرم برضو اصاب وجاله قطع في الرباط الصليبي للاسف فمش موجود. لكن هنا بيتكلموا او بيتناولوا موضوع اصابه اكرم من منطلق مختلف، وهو ده من خلال حساب اليوم السابع الرسمي على تويتر، وان الاهلي بيدرس التعاقد مع ظهير ايمن في الميركاتو الشتوي بعد صدمه اكرم. ما عنديش تعليق على الحته دي يعني، ما عنديش تعليق على الحته دي، اكيد الناس في النادي الاهلي هم ادرى بالقرارات وادرى ممكن يدعموا الحته دي ولا لا، هل في حلول مختلفه ممكن ما تكونش في اذهاننا احنا مثلا، الله اعلم، فما عنديش تعليق على الحته دي، لكن اكيد كل الدعم لاي قرار يكون من كولر، لان اكيد كولر هو المسؤول عن قرارات التعاقدات في شهر يناير والمراكز اللي هو محتاجها يعني. كوره 11 وحسابهم على فيسبوك قال لك مش عمر كمال، الاهلي على اعتاب التعاقد مع بديل اكرم توفيق عقب تعرضه للرباط الصليبي. هنا بيتكلموا على ايه؟ عشان برضو انت تقول لي طب هم قصدهم على مين؟ فانا هقرا لكم الخبر.
هما بيتكلموا على اللاعب هشام صلاح ظهير ايمن الاتحاد السكندري. قال لك موضوع عمر كمال، هو بالنسبه عمر كمال يا جماعه لعيب جامد قوي، هو يمكن من افضل اللاعبين اللي بيلعبوا في المركز ده في مصر وجهه نظري عمر كمال عبد الواحد من افضل اللاعبين اللي بيلعبوا في المركز ده في مصر. بس انا بقول لكم الاهلي عمره ما هيروح يحاول يتعاقد مع لعيب مش هيشارك معاه افريقيا. عمر كمال شارك مع فيوتشر في الكونفدراليه، فلا يحق ليه المشاركه مع اي فريق اخر في البطوله، فبالتالي انت مش هتروح تحاول مع عمر كمال. انا بتكلم على شهر يناير يعني، لكن ممكن تبص في حلول اخرى لو انت عندك الرغبه. هتقول لي ما هو طبيعي اكرم اتصاب ومش عارف ايه، اقول لك مش شرط، دي ترجع لرؤيه المدير الفني. هننتظر رؤيه المدير الفني، هتبان من خلال اعلان النادي الاهلي عن صفقاته، الله اعلم هتكون امتى، ان شاء الله باذن الله تكون بشكل مبكر في شهر يناير. لكن هنا بيتكلموا على هشام صلاح، هو لاعب مميز برضو الظهير الايمن بتاع الاتحاد السكندري، لكن ما فيش اي مفاوضات رسميه حتى الان خالص اصلا، وما فيش رغبه معلنه من النادي الاهلي بخصوص التعاقد مع هذا اللاعب، وما فيش قرار بخصوص الجزئيه زي دي. فخلينا ننتظر ونشوف ايه اللي ممكن يحصل، بس بعلق مع حضراتكم على الخبر. طيب، حساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر قال لك كولر استقر على رحيل 5 لاعبين في الميركاتو الشتوي. طيب تعالى نستعرض ونعلق. قال لك اول واحد محمد محمود، قال لك خلاص هو هيطلع يعني في شهر يناير على سبيل الاعاره. انا بقول لحضراتكم لو خرج محمد محمود هيبقى على سبيل الاعاره، مفيش بيع خالص، ده امر مؤكد ومحسوم ويعني بديهيا كده. محمد محمود وبعديه زياد طارق برضه هما بيتكلموا عليه، الاثنين مش متمرنوا مع فريق اول لكره القدم، فطبيعي طبيعي واضح ان في رغبه عند الجهاز الفني ان هم يخرجوا على سبيل الاعاره. خلينا ننتظر الايام المقبله ايه اللي ممكن يحصل، الايام القليله جدا المقبله يعني. احنا النهارده كام؟ النهارده 26 ديسمبر يعني. اللاعب الثالث اللي بيتكلموا عنه حسام حسن، انا ما اقدرش اتكلم او اجزم بحاجه زي كده، لان حسام حسن لحد امبارح بيلعب يعني، حتى لو بيشارك كبديل او بياخد بعض الدقائق، بس هو في الحسابات بتاعت الجهاز الفني بدليل انه بيلعب، فانا بشوف ان ده اجتهاد في حته حسام حسن. مصطفى سعد لاعب سيراميكا اللي جه برده يا جماعه الامور مش واضحه قوي بالنسبه لمصطفى سعد، لان مصطفى لما جه دائم الابتعاد عن تدريبات النادي الاهلي بسبب مشاركته او انضمامه لمعسكرات المنتخب الاولمبي، ومعسكرات المنتخب الاولمبي من ساعه ما جه مصطفى سعد لحد اول فتره قريبه كانت كتيره، وكان في ماتشات وكلام من ده وكلنا كنا بنتابعها، فما لحقش يندمج مع الفريق. والفتره الاخيره بالتحديد كان عنده اصابه في العضله الاماميه، حته ده يخرج اعاره ما يخرجش اعاره دي حاجه ترجع للجهاز الفني. بس انا بقول لك الوضع بالنسبه لمصطفى سعد خلال الفتره اللي فاتت كان ماشي ازاي، وانا هقول لك معلومه، الكلام كان ايجابي من كولر مع مصطفى سعد. هل معنى المعلومه دي ان مصطفى مكمل او هيمشي؟ ما اعرفش، بس انا بقول لك اللي كان بيحصل، القرار في الاخر لمين؟ لكولر. محمد فخري هو اللاعب الخامس اللي بيتكلموا عنه، بشوف ان محمد فخري برده في الحسابات مش بعيد يعني، حتى لو ما بيشاركش بس ساعات بنشوفه في القايمه. فاكيد الفتره دي هتلاقي اجتهادات كتيره جدا، ده طبيعي لان احنا خلاص داخلين على فتره انتقالات الشتويه، فطبيعي تلاقي اجتهادات بالشكل ده يعني. طيب خلينا نروح لخبر اخر من حساب سبورت 360 على تويتر، وقال لك ان سموحه يتقدم او يقدم عرضا لاستعاره ثلاثي او 3 لاعبين من الاهلي، حسام حسن، محمد محمود، كريم الدبيس. فانا بقول لحضراتكم هو ده كان تصريح للكابتن طارق العشري، يعني هم اكيد واخدين يعني الخبر ده على لسان الكابتن طارق العشري امبارح بعد المباراه اللي هو مدير فني سموحه طبعا. قال لك احنا طالبين حسام حسن ومحمد محمود وكريم الدبيس، فهل الاهلي هيوافق ولا لا ان يرحلوا بالتحديد كريم ديبيس وحسام حسن؟ الله اعلم، خلينا برضه ننتظر ونشوف. لكن واضح ان في رغبه قويه جدا عند سموحه للتعاقد مع الثلاثي بدليل تصريحات الكابتن طارق العشري. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع نكمل، استنونا. طيب خلينا سريعا نروح للترند العالمي ونشوف اهم وابرز الاخبار العالميه، خصوصا مع عوده ابرز واكثر الدوريات اثاره في العالم طبعا الدوري الانجليزي، لكن في تصريحات لكيفن دي بروين بالتحديد بتخص هالاند، واحنا هنا بنقرا الخبر من خلال حساب يلا كوره على تويتر، حساب في الجول على تويتر. وقال لك هالاند يمكنه تسجيل 800 هدف في مسيرته، دي تصريحات كيفن دي بروين اللي هو زميل هالاند واللي اكيد بيصنع اهداف كتيره جدا، وطالما دي بروين موجود هالاند اكيد هيهدف، يعني ده امر مهم جدا، عشان كده انا جبت هالاند في الفانتزي الفتره دي يعني. ففي كل الاحوال قال لك ايه، قال لك اجويرو ولوكاكو دي تصريحات دي بروين، قال لك سجلها 300 هدف 400 هدف، لكن هالاند مهووس بالاهداف بشكل كبير جدا، وممكن يقدر يوصل ل 600 و700 و800 هدف لو حافظ على المستوى ده، امر متوقع بصراحه بعد الاهداف الغزيره اللي بيحرزها هالاند يعني. الراجل من قبل ما يلعب الماتش بيجيب جوين، تعرفش ازاي. بعد كده نروح تعالوا لحساب اوبتا للاحصائيات على تويتر، بيقول ان هاري كين مهاجم توتنهام اصبح اول لاعب
في التاريخ، يسجل 10 اهداف في البوكسنج داي بعد ما جاب هدف النهارده في مرمى برينتفورد، وهو الهدف الاول لتوتنهام في المباراه انتهت بالتعادل الايجابي بنتيجه 2-2. وكان بينافس او كان بينافسه باولر اللي هو فاولر اللي هو كان مهاجم ليفربول، فهو خلاص بقى منفرد بالاكثر تهديفا في البوكسنج داي هو هاري كين. طيب لسه مع حساب او لسه عن هاري كين هنتكلم برضو، ده حساب سكواكا للاحصائيات على تويتر، بيقول ان اكثر الاهداف المسجله بالراس في موسم 2021-2022 اللي هو الموسم اللي فات كان هاري كين 4 وداني ويلبك 4 وديجو جوتا 4. السنه دي هاري كين لحد دلوقتي بعد الدور الاول بس في الدوري الانجليزي جايب 6 اهداف بضربات الراس، فبرضه ده رقم مميز. هو مهاجم من ابرز المهاجمين في العالم طبعا هاري كين. يعني نروح ولسه برضه مع حساب سكواكا للاحصائيات على تويتر، واللي بيقول ان اكثر الاهداف المسجله في السنه بس اللي هي السنه الميلاديه 2022 هاري كين 25 هدف، ايفان توني 19، معرفش حسبوا هدف النهارده ولا لا الاثنين يعني كل واحد فيهم، ده بعد ما اتحسبوا تمام، ويرلينج هالاند 18 وسون 18. يعني دي ابرز الاخبار والاحصائيات العالميه. طيب خلينا نروح لمشاركات حضراتكم على سؤال حلقه النهارده المتعلق بالاهلي، وايه اللي بيحتاجه الاهلي قبل مشاركته في كاس العالم. سامح فرج قال الروح القتاليه في كل مباراه، مثال اكرم ربنا يشفيه يا رب ويرجع بالسلامه. طاهر محمد طاهر راجل وعايز يعني يبقى في روح اكبر من كده من اللعيبه خلال المباراه، ان شاء الله الكلام ده يكون موجود الفتره اللي جايه. وصلاح تقريبا يعني ده اسمه قال لك محتاج تدعيم صفوف الفريق بصفقات قويه تشيل الفريق، راس حربه، جناح اجنبي كويس، لاعب وسط مركز 8، باك يمين، قلب دفاع، صانع العاب. يعني بيتكلم في 6 صفقات، ولازم نعلن عن صفقاتنا بدري عشان يلعبوا وينسجموا قبل كاس العالم للانديه. وبيتنظر نروح كمان لتعليق اخر من ميدو، قال مساء الفل يا امير، مساء الفل عليك يا ميدو، رايي الاهلي محتاج مهاجم سوبر وجناح شمال بورتو. طيب يعني دي تعليقات حضراتكم او ابرز التعليقات على سؤال حلقه النهارده، ان شاء الله باذن الله اتمنى كل التوفيق للاهلي خلال الفتره اللي جايه، ومباراه بعد غد تكون انطلاقه جديده بالنسبه للفريق على صعيد المستوى الفني داخل الملعب، واكيد النتائج النتائج هي الاهم بكل تاكيد. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من ترند، استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله، الى اللقاء.